سيدة وباليزي الكاتبة العامة لوزارة الثقافة في كلمة بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته، أتشرف بحضور اختتام فعاليات تظاهرة سلا عاصمة المجتمع المدني لعام 2023 نيابة عن السيد مهدي بن سعيد الشباب والثقافة والتواصل الذي لم يتمكن من الحضور بحكم التزامات طارئة. إن هذه التظاهرة الكبرى التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجسد حيوية الجسم الثقافي المغربي وانخراط الهيئات المدنية في حركية عاكسة لقيام المملكة الثالثة على مسارات الانفتاح والتعايش. وبهذه المناسبة لا بد من تجديد وتنوير منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار وجمعية أبي رقراق والمجتمع المدني المحلي على جهود احتضان هذه التظاهر وتنظيم فعالياتها طيلة مدة البرمجة مع كافة الشركاء، وهو بدون شك عمل غني بالأنشطة والفعاليات التي قاربت قضايا التنمية والثقافة والمجتمع المدني وقدمت مقاربات جديدة لأدوار الشباب والمرأة والأسرة والمجتمع المدني في عالم يتطلب تحوله المتسارع يقظة مواكبة ومجددة، كما حضر في برنامج الأنشطة تكريم الشخصيات التي ساهمت بإبداعها أو وأفكارها وجهودها في تأسيس التنمية الشاملة لمدينة سلا التاريخية ولعموم بلادنا، فضلا عن باقي الفعاليات الغنية والمتنوعة. وبهذا الاختتام حضرات السيدات والسادة، إن هذا الاختتام سيكون بكل تأكيد افتتاحا لبرنامج جديد وبرامج أخرى أكثر غنى وإشعاعا وعمقا لطبقات التجارب والخبرات التي تتراكم خلال هذه التظاهرات. وإنه من دواعي المسرة والاعتزاز أن نشاهد المدن المغربية تحتضن أنشطة وطنية ودولية رفيعة المستوى في مختلف المجالات في الوقت الذي تعرف فيه مشاريع بنيات التنمية الشاملة بكافة أرجاء المملكة تطورا متسارعا يشع رونقا وجمالا. وجدير بالتنوير اختيار مدينة العيون عاصمة للمجتمع المدني لسنة 2024 بما لهذا الاختيار من دلالات مضي إلينا في صيانة وحدتها الترابية وتمكين المواطنين بالصحراء المغربية من شروط الرفاه والازدهار، وهو تتويج جدير بإقامة احتفالية رفيعة على المحيط القاري والدولي. إنها صورة المغرب يعتز بعمق المغرب يعتز بعمقه الحضاري النجيل وبهويته المتنوعة والمتسامية المتماسكة، ويتطلب إلى مستقبل النماء والازدهار تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حضرات السيدات والسادة، إننا في وزارة الشباب والثقافة والتواصل لا ندخر جهدا في مواصلة العمل مع المجتمع المدني لتحقيق مزيد من الإنجازات مع إشادتنا المتواصلة بالعمل الرصين للمجتمع المدني بمدينة سلا، وشكرنا لكل من ساهم في التنفيذ المتكامل لبرامج هذه التظاهرة ولكل الحاضرين والحاضرات الكرام موفور تقديرنا. ودامت بلادنا منارة للتنمية والتعايش والانفتاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي الشيخ عمرو.